ما هو سبب ظهور الشامات فجأة؟ تعرف الشامات على أنها مجموعة من البقع الجلدية ذات اللون البني والتي تظهر عند الولادة أو مع مرور العمر في أجزاء مختلفة من الجلد لدى الرجال والنساء، وتكون بأحجام وأشكال مختلفة، علما بأن أغلبها يظهر خلال السنوات العشرين الأولى من العمر. وفي أغلب الأحيان تكون هذه الشامات عبارة عن آفات جلدية شائعة لا تؤذي وذات شكل مسطح أو بارز، ولونها يتدرج من الزهري إلى البني الغامق أو اللون الأسود، ويطلق عليها اسم الوحمة الميلانية، ويعتمد عددها على مجموعة من العوامل الوراثية وعلى التعرض لأشعة الشمس. لكن ما هو سبب ظهورها؟ قد تظهر على الجسم عند الولادة وتكون خلقية أو مع مرور العمر بسبب التعرض إلى أشعة الشمس كثيرا، وتكون عرضة للتحول إلى أورام جلدية في المستقبل. أما الأخرى فتزيد احتمالية تحولها إلى ورم سرطاني في الجلد إذا كان عددها كبيرا، والمعدل الطبيعي لعدد الشامات هو 100 في كل الجسم. فيما تتمثل خطورة الشامات؟ هناك مجموعة من المؤشرات التي يستدعي وجودها الشعور بالقلق إذا انطبقت على الشامات، وقد تم تعميمها واعتمادها من قبل المعهد الوطني الفرنسي للسرطان، ومنها تمدد الشامة الطبيعية من إحدى الجهات بحيث تكون أكبر من الجهة الأخرى، علما بأن الطبيعية منها تكون أقرب إلى شكل دائرة. تعرض الشامة العادية بشكل عشوائي وغير منتظم بحيث تظهر أطرافها وكأنها قطعة من قماش الدونتيل، والأصل أن تكون واضحة ومتناسقة وغير متعرجة كثيرا. تلونها بعدة ألوان كالبني والوردي والبني المصفر، والأصل أن تكون بأكملها بنية. زيادة اتساعها عن 6 مليمترات بحيث يكون اتساع الطبيعية منها صغير نسبيا، والحميدة تحتفظ بنفس الحجم ثابتا طوال الحياة. هل يمكننا إزالة الشامات؟ لا يحتاج وجود الشامات إلى علاج معين كونها لا تشكل خطرا على الصحة، لكن بشكل عام يكون وجودها غير مرغوب فيه، خاصة إذا كانت كبيرة أو مشوهة أو ينبت بداخلها الشعر بشكل مستمر أو تسبب ألما أو نزيفا موضعيا عند احتكاكها بالملابس. ولكن هناك مجموعة من الحالات التي يمكن فيها علاج الشامات، ومنها عندما تكون خبيثة ويستدل عليها من شكلها غير الطبيعي وسرعة نموها وتغير لونها، إضافة لنزفات كمية كبيرة من الدم. المسببة للإزعاج يمكن أن تعالج كالتي تحتك بالملابس أو بالشفرة عند الحلاقة أو بالمشط عند تسريح الشعر. يمكن علاج الشامات لأسباب جمالية، وهنا يكمن إزالتها عند طبيب الجلد بعملية جراحية. نزيل الشامات أيضا في الحالات التي تنذر بوجود تحول سرطاني.